السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في صحة جيدة يا ربي دائما. اليوم ان شاء الله غدا نبارطاجي معكم واحد الفيديو. كما كتشاهدوا في الصور، هذه كانت واحد جمعت انا وصديقة ديالي، عرضت عندنا واحد الاخت صديقتنا الله يجازيها بخير. وصراحة احنا دائما هكا مرة مرة نجمع مع بعضنا وكنضحكو وكنشطو، يعني ماشي حيت في الغربة، راه صافي. وكان هذا هو الإفطار ديالنا اللي كان متنوع، وحنا صراحة تجمعنا ماشي باش غير ناكلو، باش نضحكو ونمشيو مغيرين الجو، الروتين اليومي اللي دائما كان اللي كيتكرر. يعني أكيد كل السيدات عارفين باللي الروتين اليومي هو دائما الوليدات هكا الطياب والخدمة دائما هكا. وصراحة داز واحد النهار اللي زوين ومليء بالحماس وبالضحك، وحضروا فيه صديقات شباكية يعني كاملين، حطينا ايدنا، المهم غير حطيناها وصافي. اكيد مولات الشباكية او اللي عجناتها وهي الاخت خديجة، تبارك الله عليها، يعني في الحلويات ما عندي ما يتسالها، برافو عليها، كتخدم مزيان. وهذا هو الافطار ديالنا اللي كانت فيه حرشة مسمن، راكو عارفين فطور مهم فيه غني. وكنصح كاع البنات اللي هكا تيكونوا في الغربة باش مرة هكا يتجمعوا مع الصديقات ديالهم يغيروا الجو، حيت كنقرا بزاف ديال هكا في الكومنتيرات ديال ناس اخرين، البنات كيقولوا كنحس باكتئاب، كنحس بالغربه، كنحس بهادي. يعني دائما الانسان خاصو يحاول يخرج راسو من داك الروتين اليومي، ويشوف صديقه اللي تكون، يعني ماشي غير خاصها تكون صديقه، اللي دابا الصديقات فيهم وفيهم هما انواع. دائما يعني خاص تكون الصداقة مبنية على الحب والاحترام، ما يكونش داك يعني دوك النقاشات اللي بزاف ديال السيدات هكا كيخافوا منها، كتقول لك ما نقدرش نتصاحب مع شي وحدة، تقدر تسبب ليا في المشاكل. وفعلا كاينين النساء اللي كيتسببوا في المشاكل، ولكن راه تبارك الله الأرض مليئة بالناس الطيبين، يعني راه باقي الناس مزيانين. وماشي كلشي راه، يعني كتشوفي شي تجربة وحدة كتقولي صافي انا ما بقيتش صحابات، ما بقيتش نهضر يعني مع شي وحده، هذه دارت ليا، الاخرى دارت ليا. ولكن كما كنقولوا حنا بالدارجه، الصباع ديال الايد ماشي بحال بحال، يعني كاين ناس مزيانين والناس راه انواع. الله الله يهدينا ويهدي كاع المسلمين يا رب. صراحه ملي كنجتمعوا على حاجه اللي تكون طيبه، وكنمشيو ناشطين وضاحكين، وحتى شي حد ما كيذكر شي حد هكا بسوء، يعني كنبقاو غير في داك الجو اللي كاينين فيه ديك الساعات، وكنضحكو وكنشطو. وهنا الاخت فدوى دارت البخور، قلت لكم كان يوم جمعة ضروري البخور، راكو عارفين الجمعة، وديروا البخور وحلوا الشراجم راه مزيان. والبنات راهم كانوا كيوجدوا ديجا في الشباكيه، مش المراحل الاولى، وانما قالت لي بلي راه دارت النافع، حبه حلاوه، والقرفه، والمسكه الحره مطقوقه مع القليل من السكر سنيده باش هكا ما تلصقش. وبعد ما خلطات داكشي كله والقليل ديال الماء وشويه ديال الملحه وصاشي، يعني نص صاشي ديال 16 غرام ديال الخميره، يعني ما وضعت لا بيض لا حتى شي حاجه اخرى، ودارت جوج المعالق كبار ديال الخل. واللي كتخاف من الخل انه يهرس ليها يمكن تستغنى عليه، ماشي يعني بالضروره، يعني اللي خايفه بالشباكيه تهرس ليها، يعني ما عندهاش الثقه باللي تبقى دايره. وهنا دخلت كاع دوك المكونات مع بعضها، خويت لها انا الزبده، كاس ديال الزبده وكاس ديال الزيت في كيلو ديال الدقيق الابيض، ودارت نصف كاس ديال الزنجلان، ونصف كاس ديال اللوز مطحونين ومغربلين، يعني مع النواشف في الاولى. ودابا وضعت زعفران شعره مع المزهر، نصف كاس ديال المزهر، وجمعت العجين بهذا الشكل.
كتديرو بحال الشكل ديال لاباط فايتي، يعني كتدير طبقات باش تجي العجينة منسجمة مع بعضها، وبحال المورقة باش يجي فيها ديك تجي معسلة تشرب العسل. كطوي بهذه الطريقة وكتوضع في الكيس البلاستيكي، والعجينة دائما ديال الشباكية خاص ولا بد انها تبقى قاصحة، ما خصهاش تكون جارية باش تجيك الشباكية ناجحة. وضعتها في الآلة ديال التوريق، درت على حسب كل الآلة ديال كل سيدة، كاين اللي نمرة 3 هي اللي كديرها رقيقة، والأخت عندها نمرة 7 هي اللي كدير العجين عندها رقيق، أنا العكس عندي النمرة 3 هي اللي يعني كتكون هي المرحلة الأخيرة اللي كنرقق فيها العجين. ودابا عودته في النمرة 7، كما كتشاهدوا كتجي رقيقة والعجينة ما كتقطعش لأن الزنجلان واللوز مغربلين. غادي تعاودها في المرة الأخيرة، قد ما جات شباكية رقيقة قد ما كيكون أحسن، شباكية بدون بيض يعني ما كيلاش تستعملوه، يعني ما عنده حتى شي، اللي بغاتو يمكن لا تستعملوه، انا شخصيا ما كنستعملوش، نكتفي غير ما كنستعملوش هو والخميره ديال الخبز، كنستعمل غير الخماره ديال الحلوه، ماشي بزاف، تقريبا 7 غرام في الكيلو ديال الخماره. واللي عندهم الساشي الكبير ديال 16 غرام ما تستعملوش كامل، غير النصف ديالو كافي. وهنا بعد ما قادت العجين كدير 5 ديال الأشرطة وكتقطع. يمكن لكم ديروا العجينة يعني 6 ديال الأشرطة أو 4 ديال الأشرطة على حسب كل سيدة، و يعني الشكل اللي كتشبك به والطريقة ديالها. وقد ما جات الشباكية صغيرة كتجي زوينة وكتجي حلوة، هي الكبيرة كتعطي المنظر أكثر. ومن بعد ما انتهت من تقطيع العجين، يعني مني دارتو أشرطة، كتاخد الشريط الأول تحطه فوق الشريط الثالث كما كتلاحظوا، والشريط الثالث كتحطه فوق الشريط الخامس. كتحاول توريكم الطريقة بالتفصيل، كيجي الشكل ديالهم في الوسط على الشكل ديال القلب، وهذا هو الشكل ديالها مقعد كما كتلاحظوا، كيجيو الأشرطة باينين ما كتجيش معجنة. وبنفس الطريقة كتاخد الشريط الأول تحطه فوق الشريط الثالث، والشريط الثالث فوق الشريط الخامس، وكتقرص هكا من الجناب كما كتلاحظوا. الطريقة سهلة وبسيطة، انا كنقولها غير بشوية باش هكا نقدر نوريكم مزيان. كما كتلاحظوا جا الشكل ديالها من الداخل بحال الشكل ديال القلب، والشرائط كيجيو باينين. نفس الطريقة عاوتاني كتاخد الشريط الأول كتوضعه على الشريط الثالث، والثالث كتحطه فوق الشريط الخامس، وكتقرص هكا مزيان، وكتقاد الجوانب ديالها وكتضغط عليها بهذا الشكل. يمكن لكم تحيدوا الجوانب، يمكن لكم تخليهم، داكشي كيبقى اختيار ليكم، يمكن لكم تقطعوهم. واستمرت بنفس الطريقه كتقطع، كدير 5 ديال الأشرطة وكتقطع كما كتلاحظوا،
وهنا كل شيء تعلم معاها، اللي كيعرف واللي ما كيعرف. يمكن لكم ديروا ستة ديال الأشرطة، حتى هي طريقة كتجي زوينة وسهلة. إن شاء الله غدا نبارطاجيها معكم في القناة هذا الأسبوع إن شاء الله. أنا عاد وجدت العسل اللي غدا نستعمل الشباكية، المرة الجاية إن شاء الله غدا نوجد لكم الشباكية ونحطها على القناة. وكتاخد الأشرطة، الشريط الأول كتحطه فوق الشريط الثالث بنفس الطريقة الأولى، والشريط الثالث كتوضعه على الشريط الخامس. وهنا الصديقة ديالنا كتعلم، يعني نفس الطريقة كتوريها، كتقول لها حطي هاد الشريط على، ولكن هكاك خدمات معانا خليناها، قالت لها يعني بقاو خدامين ماشي مشكل، هادي غير درناها هكا الشباكية باش نشطو فيها وندوزو بيها، نحسو بداك الجو ديال رمضان. صراحة والله العظيم إلا كان الجو ديال رمضان حسينا به جو زوين. وهنا بعد ما قدينا الشباكية وشكلناها، يعني وحدات مشكلينهم اللي كيعرفوه، وحدات من اللي ما كيعرفوش صراحة، ولكن كل شيء جا زوين. المهم هي العجين جا زوين وجات معسلة من الداخل. وهذا الصور ديال العجين بعد ما صيبناه، وغادي نخليه حتى ينشف. وهنا البنات كانوا كيشكلوا في الكفتة بهذا الشكل، كيحربلوها باش يوضعوها حتى هي تشوها مع باقي اللحوم، حتى هي دارت لها التتبيلة ديالها او العطرية ديالها، كل شيء شرملاتو يعني مسبقا. وهنا في هذه اللحظة هذه راه الشباكية ديالنا كانت كترتاح، يعني قد ما الشباكية نشفات قد ما تكون أحسن. ما خصكمش تغطيوها أبدا، خصها تبقى محلولة باش تنشف مزيان. وهي ما خدتش لينا حنا الوقت بزاف، لأنها يعني العجينة ديالها كانت ناشفة، ماشي العجينة يعني اللي هي فازقة. وهنا الأخت كتورينا اللحم اللي شرملات أو الدجاج اللي شرملات. هنا البنات كانوا مستمرين مازالين كيصيبوا اللحم هكا والكفتة. وانا هنا بغيت نبقى نهضر معاكم، ما بغيتش ندير موسيقى باش هكا يكون ميكونش فيديو ممل. كاين اللي كتقول لك الموسيقى مزعجة كدرنا في الودنين، انا قدر الامكان كنتفادى ما نديرهاش. وهنا كما كتلاحظوا هادو الفخيضات ديال الدجاج راهم مشرملين مقادين اللي شفتو من قبل كيتشواو. وكان نهار اللي هو زوين ومشمس صراحة، ديال هكا الخليجات وديال الروتينات هكا، الناس ملي كيخرجوا يغيروا حتى الجو. دائما الشتا والبرد راكو عارفين والغمام. الله يحسن العوان، يعني قلنا كيجيه ملل. اش كنقول لكم مره مره هكا البنات يخرجوا مع الصديقات ديالهم يغيروا الجو باش ترجعي بنفسية مغيرة ومزيانة، باش تقدري تكملي مع وليداتك ما يكونش نفس الروتين. واخا تخرجي مع وليداتك ماشي بحال كيما مع الصديقات، كتضحكوا كتنشطوا كيكون جو اخر، بحال الا راه جالسه مع العائله ديالك، سورتو الناس اللي في الغربه. وهذا الكوتلات حتى هو مشرمل من قبل، الشرموله ديالو وشارب العطريه اللي حتى هو جلديد وزوين. والتجمع ديال الصديقات ماشي بالضرورة حتى يكونوا يعني الماكلة وهادي وهادي، غير خريجة وكويز ديال أتاي أو لا كويز القهوة، وبنادم كيدخل بواحد النفسية اللي مغيرة
حنا هادشي اللي حطينا قدامنا، يعني ماشي كله راح ناكليناه ولا جمعنا غير باش هكا، وانما كل واحد كيدير حاجه، وكتجمعوا ناشطين، وكيمشي كل واحد كيمشي ناشط، والجو كيبقى مزيان، كتمشي ضاحكه لدارك. وهنا وجدات الاخت فدوى شلعت ضاحكه مغربيه ورافقتها بالزيتون، وكاين يعني اللي بغى اتاي، اللي بغى العصير، اللي بغى كل واحد واشنو بغى. وهنا بعد ما احنا كان حدانا الطيراس، يعني كان نشوي وكان حطه في نفس الوقت، واللي بغى شي حاجة كيهزها. والمشاوي دائما رافقوهم هكا بالخضر، باش هكا ما يدخلوش على معدة تكون فارغة، او لا غير هما بوحدهم ماشي مزيانين. خضرة مزيانة كما كانوا يقولوا، العين كتاكل قبل الفم، غير الانسان خاصو يشوف فوق بعينيه ويشوف فوق الطبلة شي حاجة. صراحة درت نهار زوين. وكان بغي نعتذر البنات اللي ما بقيتش حطيت فيديوهات هاد المدة هادي، يعني متابعين صراحة، غير العيا والوليدات راكو عارفين الروتين ديال الدار والمشاغل اللي كتكون تابعانا. ان شاء الله غدا نستمر على الوعد ديالي، ونبقى نحط لكم كل نهار فيديو ان شاء الله ننزله. وانا خديت كناخد يعني اللحم الكوتليت، كنرش عليه شويه ديال الكمون والملحه. وهاد النهار هذا كما كنقولوا ما كاين لا سكين لا شوكه، كناكلو طبيعي وكنضحكو وكنشطو وكنمشيو مغيرين الجو. صراحة احنا في التجمع ديالنا ما كاينش داك الأنانية، او لا يعني شي حد اللي كيبغي يدير على شي حد اخر. كنبقاو طبيعيين في الطبيعة ديالنا وكنضحكو، واكيد صديقات جولي راه دابا كيسمعوا ليا، يعني كنبقاو في الصباغة ديالنا. الله يحشرنا مع الضعفاء يا ربي. وكلينا ونشطنا وضحكنا، ومني سالينا عاود ولادنا حتى هما نفس الشيء، قالت لنا ولا بد ولادكم حتى هما يجيو يجلسوا شويه، لان تبارك الله كان اللحم بزاف، وحنا ما قديناش ناكله. حنا غير داك الجو اللي عشناه ديال يعني مسبقا، ديال هكا مجموعين وضاحكين ناشطين، وداك الشيء اللي كان في الكواليس كافي بالنسبه لنا حنا، هذاك هو الفيتامين وهذيك هي الماكله ديالنا. من بعد ما كلينا هكا، كان دارت واحد التحليه اللي زوينه، دارتها بالكراميل اللي كتجي غزاله مع الحليب، ودارت معاه دارت البسكويت طحناته، وزدت عليه الحليب مع الكراميل، حليب سخون، وطحناتهم هكا في الميكسر حتى ولاو بحال كريمه. ودار طبقه ديال الجنوز رقيقه، وحطت فوق هاد الخليط هذا. ان شاء الله نوجد لكم في القناه، انا صراحه عجباتني، وقلت ليها قولي لي شنو درتي فيها. ودرت فيها فوق السطح ديالها الكريمه، ماشي بزاف غير شويه، وحكات عليها الشوكولاتة الاسود. ان شاء الله نبارطاجيها معكم شي نهار. وهذه الشباكيه ديالنا بعد ما نشفات وتغدينا حنا، ودرنا داكشي مرتب يعني بروغرام منظم، وكنساعدو وكنجمعو مع بعضنا، وفي نفس الوقت كنضحكو. وهذا الزيت من بعد ما سخن، والعسل، العسل يعني ماشي سخون، يعني باش يكون مزيان ما خصكمش تسخنو، او لا سخنتو تسخنو غير شويه باش يتبت لكم على الشباكيه وتجي معسله، واخا ما تبقاش محطوطه فيه مده طويله، حيت لا سخنتوه كيولي خفيف والشباكيه ما كتشربوش بسرعه. وهنا كنت ساعدو مني كيكون هكا، يعني كيكونوا احنا كنا غير ربعه ديال البنات، يعني ماشي بزاف صديقات ديالنا الاخرين ما كانوش، كنا غير حنا اربعه. ومني كيكون العوين هكا الشباكيه ما كتعقلوش عليها يعني بسرعه. حنا هاد الشباكيه درناها في واحد الوقت اللي قياسي، يعني ماشي ما خداتش لنا وقت كاع.
كل وحدة تصايب وحدة ودايزين يعني. الزيت خاص ولا بد في الاول تكون سخونة بزاف، ومن بعد مني تحطه فوق منها يعني، ديروا فيها توضعوا العجين تنقصوها تولي على نار مهيلة، باش هكا العجين ديالكم ماشي يتحمر غير من برا ويبقى معجن، وتبقى طيب على نار مهيلة. غير في الاول خاصها تكون الزيت سخونة مزيان، بقينا هكا وحدة كتقلي والاخرى كتوضع في العسل وكترش جنجلان، وكل واحد شنو كيدير. بغينا نعيشوا هاد الاجواء الرمضانيه اللي واخا قبل، المهم هاد الشباكيه اكيد ما غاداش تبقى رمضان، رمضان باقي لي شهر اكيد غادا تكل قبل. هادي درناها غير هكا، غيرنا بيها الجو وصافي. كما كتلاحظوا العسل راها خاطره، لان العسل واخا ما تسخنوهاش الشباكيه كتكون سخونه، وملي كتحطوها في داك العسل يعني داك العسل كياخد السخونيه ديال الشباكيه، هي محتاجيش تتسخنوه حيت غادي يولي خفيف بزاف. وغدا نخليكم هكا باش تشوفوا هاد المراحل، وخصوصا البنات اللي في الغربة لأنهم كتار بزاف تبارك الله، احنا راه جالية كبيرة خارجة على برا، كيعجبهم يشوفوا هاد الأجواء هادي. والشباكية ما خصهاش حتى تحمر يعني بزاف فوق القياس، حيت الاخت كانت صايبه العسل بيدها يعني ما شارياش هاد العسل هذا، يعني هذا مصايب ديال الاد، ودارتو بالقلب ديال السكر، هي ما دارتوش بالسكر سنيده، والصراحه جا المذاق ديالو بحال الا كتاكلي في العسل الحر، الله يعطيها الصحه. وجا اللون ديالو احمر يعني غامق، هو كيعطي للشباكيه اللون. علاش كنقول لكم انا الشباكيه عفوا العسل خاص ولا بد اللون ديالو يكون احمر يعني ناصح بزاف، باش هكا يعطي اللون المعسلات ديالكم، واخا ما طيبوش بزاف باش ما تحرقوش داك الطحين، كاين اللي كيحمر الشباكيه بزاف وكتجي قاسحه، خاص ولا بد تبقى هكاك طريه شويه رطبه. وهذاك العسل كيعطيها اللون اللي ما خداتوش من القلي يعني ما تقلاتش بزاف، والطحين راه ماشي مزيان يتقلى بزاف يعني ماشي صحي انكم تقليوه بزاف. والشباكيه حتى هي عموما ما خصكمش تكثروا منها يعني، غير حبه واحده كافيه، الانسان ولا كيخاف على الصحه ديالو في هذا الوقت هذا، غير هي كتبقى المائده الرمضانيه يعني ولا بد انها تكون فيها. هنا كما كتلاحظوا الشباكيه ديالنا كيفاش جا الشكل ديالها، كتجي رائعه وغزاله وشاربه العسل. وهنا من بعد ما قعدتها قديناها هكا في الطبسيل، صورتها لكم على عن قرب، جات غزاله. غادي نحل لكم باش تشوفوا العسل، وجات شاربه العسل هانتوما غادي تشوفوا. شفتوا يعني العسل داخل بين العجين، واخا ما كاينش البيض ما كاينش الخميره ديال الخبز يعني يمكن لكم تفاداوهم ما محتاجينهمش ماشي بالضروره. ومن بعد ما سالينا كل شيء دات لينا غوتي هكا خفيف اتاي، وكلنا معاه البسبوسه والكنافه. ان شاء الله غدا نبارطاجيها معكم في القناه، تشوفوا الوصفه ديالها كيفاش جات، اللي معمره بالفواكه الجافه قرقاع واللوز، ممكن لكم تديروها بالقشطه الطريه، والتمر حتى هو كان معمر بالقرقاع وداز نهار زوين وناشط. وصراحه نتمنى لكل بنت هكا في الغربه ان تدوز نهار يكون بسيط وفي نفس الوقت زوين وتشوف